مر السنين نخلي بالنا حتى اللاجئين اللي موجودين واحنا بنسميهم هم اخواتنا، بس انت ما تجيش بتضر بالامن القومي صحيح. وبعد كده تبقى تقعد هنا عشان يبقى ليك اجندات وتتوحش وبعد كده تشجع معرفش ايه عشان تنزل تقاتل الله لا يقدر معاه في الشوارع. احنا عايزين طب الحركه بتاعتنا. انا قاعد مثلا في بلد ما غير مصر، قاعد في بلد ما وفي اي ظروف ما، انا مالي انا وتدخل ليه؟ يعني انا بصفتي احنا تدخل في امور امنيه او اقتصاديه؟ لا، المفروض يقعد، المفروض لا يقعد يحترم نفسه. ده اردوغان لما نجح في الانتخابات، في الانتخابات في اكتوبر شربات وشربات وعاملين مظاهرات على اردوغان، وده العدو الاول للامه العربيه. صح. يعني عايزين بقى نتكلم بجد. اذا هو الراجل قال صراحه كده وخرج وقال لك لن تنسى تركيا انها حكمت العالم العربي والاسلامي 400 سنه. محتل جزء من سوريا ومحتل جزء من العراق ومحتل، هو دوله بالجيش. مش ده واقع احنا شايفينه. وبيلعب ورقه الخلافه، يعني هو بيقول لك انا خليفه المسلمين. واللي بيعمله في اليمن وراجل عنده تناقضات يا محمد بيه غريبه جدا، يعني بقى قاعد يقول لك انا خليفه المسلمين وما اعرفش ايه، ويطلع في مظاهرات المثليين الشواذ يطلع معاهم ويسلم عليهم ويقابلهم. ايه التناقض؟ ايه انفصام الشخصيه ده؟ يعني انا بتكلم على الاسلام وانا خليفه المسلمين وعايز اطبق الشريعه الاسلاميه، وانت عندك شوارع النساء في الفاترين بيتعرضوا. يعني في حاله زي ما احنا قلنا كده في البدايات، هو تنظيم الاخوان ده بنسبه 100% تنظيم ماسوني، ويمكن البريطانيين ساعدوه. خلي بال حضرتك يا محمد بيه، يمكن الامريكان هم اللي بيضعوا الخطط لكن اداه التنفيذ البريطانيين. سيد قطب كان بيكتب في مجله ماسونيه اصلا، كان ماسوني كمان، هو فكره. ليه؟ دي حقائق، مش معلومات، دي حقائق على الورق. سيد قطب كان بيكتب في مجله ماسونيه قبل ما ينضم الاخوان المسلمين، ماسوني. سيد قطب لما سافر امريكا في بعثه دراسيه سنه 49 سافر وهو ماسوني، رجع وهو اخوان.